السلام عليكم شباب، لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا مزيانين وفي احسن حال ان شاء الله. في الفيديو هذا غادي نهضروا على مجال سي بي اي، وغادي نشرحوه من زيرو بالنسبه للناس المبتدئين اللي ما عارفين شنو هو سي بي اي. وهذا السؤال هذا جاني بزاف ملي كنحط بوستات في باج او في انستغرام، كيجيو عندي الناس وكيسولوني شنو هي السي بي اي وعلاش كتهضروا وشنو هادشي هذا، واش هادشي هذا كتربحوا منه الفلوس ولا شنو، ما هذا. في الفيديو هذا ان شاء الله الدراري جيت نوضح شنو هي سي بي اي، ونشرحها لكم نتوما اللي مبتدئين اللي ما عارفين عليها والو من زيرو. هاد الفيديو هذا ما كتبت لا سكريبت لا والو، لانني باغي نشرح لك هكا بطريقه بلديه، ما بغيتش نبقى نشرح لك بلي مو تكنيك ونكثر عليك باش تفهم. لذلك غادي تجيب ورقه وستيلو وغادي تحطهم حداك، وحط حداك شي كويس القهوه او لا اتاي المشروب ديالك المفضل، واجي هدايا خليني نشرح لك خطوه بخطوه. في اللي كنتي اول مره كتشوفني، ما تنساش انك تشترك في القناه، تضغط على زر لايك، تخلي معك شي كومونتير زوين، ونبداو على بركه الله. غادي نبداو الموضوع ديالنا الدراري، وغادي نشرح لكم خطوه بخطوه. سي بي اي الدراري ما كانت شي من اللي بان الانترنت، سي بي اي كانت من قديم الزمان. يعني سي بي اي واحد الحاجه اللي كانوا الناس كيديروها في الحياة ديالهم اليومية، خصوصا في البيع والشراء. غادي نعطيكم مثال، عمرك مشيتي لشي قيسارية او شي محل وبغيتي تشري مثلا شي تيشيرت، مثلا بحال التيشيرت هذا وعجبك، وقلتي له ما عندك شي في الصفر؟ قال لك اه عندي. قلتي له واخا جبدوا لي؟ قال لك واخا انا نمشي نجيبو دابا ونجي. مشى جابو من شي محل اخر وجا عندك وقال لك ها هو في الصفر. هذه راه سي بي اي، علاش؟ لانه هو ما عندوش، هو مشى جابو من واحد البلاصه واحده اخرى وجا وراه لك وباعو لك انت، يعني خدا الكوميسيون ديالو ضروري. مثلا قلت له شحال الثمن ديالو، يقول لك مثلا 150 درهم، وهو في الاصل داير 100 درهم، دونك هو زايد داك 50 درهم ديال الكوميسيون ديالو، لانه هو ما عندوش داك التيشيرت ومشى جابو عند صاحبو. هذا واحد الشرح يعني غوار. ميني سي بي اي، ارانا دابا الصح الصحيح. شنو هي سي بي اي؟ سي بي اي الاختصار ديالها هو كوست بير اكشن، هو تلقاو هنا الشرح ديالها بالعربيه، وكتسمى بالعربيه التسويق بالعموله. يعني هاد التسويق بالعموله هذه راه ما عندها حتى شي علاقه بداك الشرح اللي شرحت لكم انا على سي بي اي، غير هي بالعربيه كتسمى التسويق بالعموله، ومعناتها عندك تاكل ما عندكش ما تاكلش. هذا هو الاختصار ديالها. يعني حرفيا هي بنفس المعنى اللي قلت بالدارجه، يعني جبتي الليد غادي تاخذ الكوميسيون ديالك، ما جبتيش الليد ما غادي تاخذ والو. هذا هو السيستيم ديال سي بي اي، هكا خدام. دابا عرفنا المعنى ديال سي بي اي شنو هو، كيفاش خدامه. دابا غادي نشرح لكم اسيدي البروسيس كيفاش كيدار. سي بي اي الاخوان فيها ثلاثه ديال الاطراف، فيها المؤلنين، وفيها الوسيط اللي هو الشركه ديال سي بي اي بحال او جي اد، سي بي اي بيلد، ماكس باونتي، امازون اسوسييت، وبزاف ديال الشركات لا تعد ولا تحصى. وفيها الناشرين اللي هما حنايا، حنا اللي كننشروا حوايج. رجع الموضوع ديالنا اللي هو المعلنين والوسيط والناشرين، حنا هما الناشرين. فتخيل معايا مثلا بحال هكا البروسيس خدام. شركة ديال سي بي اي اللي كنتقيدوا فيها حنايا بحال مثلا سي بي اي بيلد او او جي اس او ماكس باونتي او غيرهم من الشركات اللي كنتقيدوا فيهم حنايا، كيكون فيهم واحد العروض. هاد العروض شكون موليهم؟ هما المعلنين. مثلا لكم مثال، شي مثال، عندي هاد الايربودز هادو هما، بغيت نبيعهم، كنمشي عند شركة ديال سي بي اي بحال سي بي اي بيلد، كنقول له شوف غنحط عندك هاد الايربودز هادو، غادي نعطيك فيهم 50 دولار لكل ليدا. كتقول لي شركة ديال سي بي اي واخا ماشي مشكل، كتحطهم. كتجي انت الناشر، كتشوف داك الايربودز هادو، كتشوف كل ليدا جبتيها في هاد الايربودز هادو غادي تاخد عليها مثلا 30 دولار ابون افير هادي. كتقول اوكي غادي نبدا نسوق لهاد الايربودز هادو ونبيع وناخد. يعني انت كتربح، الشركة كتربح، والمعلن كيربح، ثلاثة ديال الأطراف. هذا هو السيستيم كيفاش خدامين الشركات ديال سي بي اي. دابا غادي نشرح لكم الدراري انواع ديال الشركات ديال سي بي اي. عندنا شركة ديال سي بي اي مثلا بحال امازون اسوسييت. هاد امازون اسوسييت اش كتعطيك؟ برودويات كما شرحنا قبيلات، ايربودز، لعيبات، هادي بيعهم لي تاخذ الكوميسيون ديالك، ما بعتي والو ما تاخذ والو. اوكي تفهمني. كاين الصنف الثاني اللي هو ديجيتال، الشركه ديال سي بي اي اللي مختصه بالديجيتال، بحال مثلا كتعطيك مثلا تبيع واحد الكورس بحال الكورس ديال اندروتيت. اندروتيت راه دار واحد بلاتفورم ديالو، تقدر تمشي تسجل في الافيليات او في الاسوسييت ديالو وتبيع الكورس ديالو وتاخذ الكوميسيون ديالك انت. هادي فهمنا. فارانا دابا الشركات اللي خدامين فيهم حنايا بحال او جي اس، سي بي اي بيل، وما جا وراهم. هاد الشركات هادو
كيخدموا بليطاش. بحال اش هاد ليطاش هاد؟ بحال مثلا كيدخل عندك اليوزر كيدير واحد الحاجه، ملي كيديرها كتاخد انت الكوميسيون ديالك. بحال مثلا كيسجل الايميل ديالو والادريس ديالو، كيدير النمر التليفون ديالو، كيعطي الراي ديالو في شي مساله. هاد القضيه هادي غادي نشرحها لكم دابا شويه. فهاد الشركات فيهم ثلاثه ديال الانواع ديال العروض، وفيهم بزاف صراحه، ولكن ثلاثه اللي كنخدموا بهم حنا: سابميت، وكاينه الايميل، وزيب سابميت، وكاينه الاب انستال. هاد هما اللي كنخدموا بهم حنا. غادي نشرحكم بالعربيه. كاينه الاوفر ديال رقم الهاتف، والاوفر ديال تحميل تطبيقات، والاوفر ديال الاستطلاع. هادو غادي نشرحكم دابا في التفصيل. الاوفر ديال رقم الهاتف الدراري هو الاوفر اللي كطلب من اليوزر انه يدخل رقم الهاتف ديالو، كيوصلوا واحد الكود في النمره ديالو، كيولي يدخلها تما، كيكون صافي هذاك الاوفر تسالم. هذا هو الاوفر الدراري، كتاخذ كوميسيون نتاع على هذه. سالك كاينه الثانيه اللي هي اب انستال، اللي كطلب من الزائر انه يانستالي شي ابليكاسيون في التليفون ديالو ويلعب بها واحد المده ديال 30 ثانيه، او يمشي لشي مستوى معين باش انت تاخذ الليد ديالك. حتى هذه سهله. كاينه الثالثه اللي هي ديال الاستطلاع، اللي كطلب من اليوزر يسجل الايميل ديالو والرقم البريدي ديال المدينه ديالو والعنوان ديالو، ويعطي رايه شي مسألة. مثلا واش عمر ديالك أكثر من 13، شحال خدام، شحال كتقبض في الصالير، إلى آخره. بحال هاد الأسئلة بحال هكا كيكون. وهادو هما لي زوفر اللي كاينة في شركات ديال ليطاش، بحال سي بي إي بيلد و جي آس وبزاف ديال الشركات من غيرهم. شحفت الدراري، أقسم بالله ما شحفت، مشيت جبت الما وجيت. تقديرا المجهودات الدراري، خصكم ديروا سبسكرايب، نوصلوا إن شاء الله من هنا الراس العام نكونوا كملنا 10K، كنا كملنا 10K ديال المشتركين في قناة ديال يوتيوب. في باج فيسبوك كملناه، دابا خصنا يوتيوب الدراري. صافي اوكي، انشروا على اوسع نطاق. ديروا في بالكم الخوت واحد الحاجه، باللي هاد لي زوفر ديال ليطاش كيكونوا رخاص، كيتراوح الثمن ديالو ما بين 0.50 دولار 80 حتى ل 4 دولار، 5 دولار. تقول لي هو الثمن طايح بزاف، علاش نخدموا عليهم؟ مشاو نخدموا ديال امازون، لا تعطينا مثلا كل برودوي مثلا 30 دولار كوميسيون. تقدر تخدم لي الامازون، ولكن راه المطلوب من اليوزر في امازون انه يشري البروداكت، عاد تاخد انت الكوميسيون. بينما في لي زوفر ديال ليطاش اليوزر ما كيخسر والو من جيمو، فقط كي انستالي واحد لابليكاسيون او كيدخل الايميل ديالو او الرقم ديالو، وانت هي كدير الكوميسيون. يعني عروض ساهلين، يمكن لك تجيب بهم بزاف ديال لي ليد في النهار، لانهم ما كيطلبوا من اليوزر والو، واهم حاجه ان اليوزر ما كيخسرش الفلوس. تقول لي واخا هادي فهمناها، كيفاش غادي ندير انا نجيب هاد اليوزر سالي؟ نقول لك صبر بلاتي، خصك تعرف بلي ان قبل ما تجيب اليوزر راه خصك تعدل لاندين بيج. لاندين بيج هادي، لاندين بيج كتسمى بالعربيه هي صفحه الهبوط، والصفحه الهبوط هادي كتكون معدله بلغه البرمجه بحال HTML والبي اتش بي. ولا ما كنتيش كتفهم HTML والبي اتش بي، يمكن لك تعدل مثلا ووردبريس، او تعدل بلوجر، او لتعدل بويكس، كيعتمد الخاصيه ديال دراك اند دروب، يعني كتشد غير الاليمنت وكتجر وكتحط، وهكذا هو مثال. اوكي، وهاد لاندين بيج هادي ملي انا عدلها شنو نحط فيها؟ فالدراري لاندين بيج كتكون عباره على واحد الصفحه فيها البرودوي اللي بغيتي تسوق له، وفيها بوطونه. داك البوطونه هذيك ملي كيكليكي عليها يمشي لذاك الاوفر اللي نتايا كتسوق له. وكاينه بزاف ديال الانواع ديال لي زوفر، بزاف ديال الخاصيات في لي زوفر. كاينه الكونتنت لوكر، كاينه السمارت لينك، وكاينه الديريكت اوفر. انا غادي نشرح لكم دابا كل واحد لاش كيصلح وكيفاش كيخدم. فمثلا سمارت لينك، سمارت لينك هو واحد الليان كتعطي لك شركه ديال السي بي اي، كتحطو كيكليك عليه اليوزر. مثلا يوزر جاي من امريكا كيديه الاوفر ديال امريكا، اليوزر جاي من المغرب كيدير الاوفر ديال المغرب. وكاينه الديريكت اوفر، ديريكت اوفر الدراري هي كتمشي كتفوز الليان ديال الاوفر مباشره باش تبدا دير له التسويق. وهاد الديريكت اوفر كيخدموا عليها الاغلبيه بالادز، يعني فيسبوك ادز، جوجل ادز، تيك توك ادز وما جاورهم. وكاينه الكونتنت لوكر، الكونتنت لوكر الدراري اللي غادي نبين لكم هنايا هو عباره فقط عن واحد المربع كيطلع ملي كتكليك على البوطون اللي في اللاندين بيج، كيكون فيه بزاف ديال لي زوفر، واليوزر كيختار شي اوفر من داك لي زوفر اللي كيبانوا له في الكونتنت لوكر. وهاد الكونتنت لوكر كيبين اليوزر الاوفر على حسب الدوله ديالو. يوزر من الميريكان كيبانوا له الاوفرز ديال الميريكان في الكونتنت لوكر، يوزر من المغرب كيبانوا له الاوفرز ديال المغرب في الكونتنت لوكر. وهاد الكونتنت لوكر علاش كيصلح الدراري؟ كيصلح مثلا الا كنا نعطيو شي حاجه اليوزر، مثلا كتقول له الى عمرتي شي اوفر من هاد لي زوفر هادو هما، غادي نحول لك لواحد الباج اللي عاد تاخذ فيها واحد الكورس فابل. نعطيكم مثال باش تفهموا. انا عندي واحد الكورس ديال سي بي اي، ياك كنعدل له لاندين بيج، كنحطه في داك لاندين بيج،
كندير في البطونه تحميل يعني داونلود، كيمشي اليوزر باغي داك الكورس كيكليكي على داك البطونه كيطلع له الكونتنت لوكر. الكونتنت لوكر مكتوب الا بغيتي هاد الكورس هذا عمر شي اوفر مع الاوفرات هادو وخد الكورس فاو. كيمشي هو كيعمر شي اوفر من داك لي زوفر اللي طلعوا له في الكونتنت لوكر، وملي كيعمروا يحولوا داك الكونتنت لوكر الصفحه اللي ياخذ منها الكورس فاو. هذا هو الخدمه ديال الكونتنت لوكر، يعني كتسمى بالعربيه قفل المحتوى، يعني داك المحتوى هذاك كيكون مقفول حتى كيعمر الاوفر عاد كيتفتح داك المحتوى وكيديك ليه. هادي نبدا صغيره الدراري على الكونتنت لوكر باش تفهموا. فهمنا هو شنو الكونتنت لوكر، شنو هو السمارت لينك، شنو هو الديريكت اوفر، شنو هي اللاندين بيج. مزيان، مثلا هاد اللاندين بيج هادي باش نطلع مثلا انا الكونتنت لوكر للناس ونقول لهم يعمروا لي الاوفر، شنو نعطيهم؟ كما شرحت لك قلت لك ممكن لك تعطيهم مثلا شي كورس، او مثلا شحال كنعرفوا من واحد باغي يطلع مثلا الكونت ديال انستغرام ديالو يكون عنده متابعين بزاف، يكون عنده الفيورز بزاف، لايكات بزاف، وهادشي هذا راه كيتباع. طبعا غتقول له نتايا انا نعطيك متابعين مثلا 1000، كل ما عليك فعله هو تعمر لي شي اوفر مع لي زوفر هادو هما وتاخذ المتابعين ديالك. من بعد غادي تحولو لشي سيت كيعطي متابعين فابور، او شي ابليكاسيون كتعطي متابعين فابور، اولا تحولو شي باج يخلي لك ليلى مثلا اليوزر نيم ديالو، وانت من بعد صيفط للمتابعين فابور بكل بساطه. اوكي فهمتي هاد الفكره. دابا غنجيو لاهم سؤال اللي هو منين غادي نجيب هاد اليوزرز هادو الان، او ما يسمى الترافيك. فاسمح لي نقول لك انه كاين جوج انواع ديال الترافيك، كاين الترافيك المجاني وكاين الترافيك المدفوع، وانا غادي نشرحهم لك دابا. الترافيك المدفوع الخوت هو ملي كتمشي دير حمله اعلانيه على شي منصه بحال جوجل ادز او فيسبوك اس او تيك توك اس او سناب شات اس، يعني اي منصه كتعطيك ديك الامكانيه انك دير الاعلانات وسط البلاتفورم ديالها. ارنا دابا الفري ترافيك اللي هو الترافيك المجاني اللي كلشي كيحماق عليه وكلشي باغي يخدم به، حتى واحد ما باغي يخسر حتى شي درهم، كلشي باغي يربح فلوس. ما علينا، انا غادي نعطيكم دابا الترافيك المجاني من كان جيوا اسيادنا. كاين بزاف ديال الانواع ديال الترافيك المجاني، كاين بزاف ديال الطرق منين نجيبو. مثلا يكون عندك شي كونت ديال تيك توك كبير مثلا ديال شي نيش معين، بحال مثلا شي كونت كبير ديال زياده المتابعين انستغرام او شي حاجه، تقدر تجيب مثلا ترافيك من تيك توك على انك دير مثلا شي ريلز فيديوهات صغيرين بحال هذا مثلا. انا نبين لكم هنا في الشاشه يبين الناس كيفاش يديروا ياخذوا متابعين مجانا يعني بلا ما يخلصوا الفلوس. وتبارك الله الفيديو في تيك توك هو شحال ضارب، يعني كيدير بزاف ديال الفيديوهات بحال هذا. ونفس القضيه في انستغرام، ونفس القضيه في يوتيوب، ونفس القضيه في فيسبوك. بمعنى انك الا بغيتي الترافيك المجاني خصك تنشر بزاف في السوشيال ميديا ودير استراتيجي ديالك ديال النشر، كيفاش غادي تنشر، كيفاش غادي تصور الفيديو، كيفاش غادي تجذب الناس لعندك، كيفاش غادي تخليهم يدخلوا لاندين بيج ديالك ويعمروا الاوف. هذا هو السر، ما كاين شي سر اخر الخوت من غير هذا الشيء. هذا كاين ترافيك مجاني اخر اللي كيجي عن طريق المواقع اللي كتخدم عن طريق محركات البحث، يعني كيكون عندك واحد الموقع كبير في واحد المجال معين كيلقى بوست مثلا المقاله ديالك عامل لهم الا بغيتي مثلا نفترضوا مثلا حنا ما نمشوش بعيد، نقولوا مثلا انت عندك سيت ديال زياده المتابعين، كيفاش درت المتابعين، كيفاش درت طلع تفاعل في الكونت ديال السوشيال ميديا ديالك، كيفاش هادي. الناس كيدخلوا عندك كيقراو المقالات، عاجبينهم المقالات ديالك كيستافدوا، انت كتجيب شي مقاله من هاد المقالات ديالك كدير لهم مثلا كيفاش درت تاخذ متابعين انستغرام حقيقيين ومجانا، ها كيفاش درت تاخذ. في الاخر ديال المقاله كدير ليان ديال لاندين بيج ديالك وتخلي الناس انهم يدخلوا عندك من السيت ديالك لاندين بيج يعمروا لك الاوفر، وداك الشيء ديجا كتكون تشرحتي في يعني في المقاله ديالك قبل. هذه الطريقه من طرق الخوت ديال الفري ترافيك. الدراري هذا كان مجرد شرح بسيط على السي بي اي باش تفهموا كيفاش خدامه وكيفاش عامله. فان شاء الله في الفيديوهات الجايين غادي نتعمقوا بزاف في السي بي اي وغادي نشرح كل حاجه بوحديتها، بحال مثلا كونتنت لوكر بوحديته، لاندين بيج بوحديته، انواع ديال الشركات بوحديته. يعني انا في هذا الفيديو هذا عطيتك نظره عامه على السي بي اي كيفاش هي. ان شاء الله فيديوهات جايين كل حاجه غادي نعطيوها وقت. وهذا ما كان الخوت، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. ما تنساوش الخوت دخلوا عندي الانستغرام، ها هو نخلي لكم هنايا، خليوا لي الدراري الاراء ديالكم على هذا الشرح هذا، واش يعجبكم انني ندير لكم فيديوهات اخرين بحال هكا كما قلنا، اولا نحبس بركه، انتم اللي تحددوا. المهم الخوت كان هذا هو الفيديو، شوفكم فيديو الجاي، كان معكم محمد هاشم، السلام عليكم.